مرحبا، أنا معكم آلاء دويكات، أخصائية العلاج الطبيعي من مركز الجاردنز للعلاج الطبيعي. اليوم بدنا نحكي عن أهم التمارين اللي ممكن نركز عليها لمرضى التصلب اللويحي. طبعاً إحنا زي ما بنعرف إنه مرض التصلب اللويحي هو مرض أعصاب بصيب الجسم كامل. بدنا نركز بالفيديو اليوم نحكي عن أهم الأشياء اللي ممكن نعملها بحياتنا العادية لحتى إنه نساعد على السيطرة على المرض قدر الإمكان. طبعا اهم شيء زي ما بنعرف احنا من اهم التمارين اللي احنا ممكن نعملها لحتى انه نساعد نقوي العضلات اللي هي السيطره على تقويه عضلات الظهر. زي ما بنعرف عضلات الظهر هي اللي بتتحكم بالجسم كامل، يعني كل ما قوينا عضلات الظهر اكثر حنقوي الرجلين اكثر، حتى حنساعد بتقويه عضلات الايدين اكثر. هلا من الاشياء اللي ممكن نعملها بحياتنا العاديه نقوي فيها عضلات الظهر مثلا المشي. هلا احيانا مرضى التصلب اللويحي بالبدايه بصير عندهم صعوبة بالمشي، ولكن المريض إذا قرر إنه يستسلم إنه خلص أنا عم بتجلب بالمشي، يصير يمشي بس لأشياء معينة، الأشياء الضرورية، هون رح يصير عنده المشكلة حتى الأشياء الضرورية إنه تكون عائق. فإنه دائما بنصح المرضى إنه ما يستسلموا للمشي ابدا، لانه اذا انت خليت ببالك انه لا انت لازم تضلك تمشي حتصير عادي عنده المشي وتصير سهله. الشيء الثاني اللي بساعدنا على تقويه عضلات الظهر السباحه. هلا في مرضى بيجوا بيحكوا لك انه او بكون المرض متطور عندهم انه انا صعب جدا اني اسبح. هلا مفهوم السباحه، لا اما السباحه العاديه اللي احنا بنعرفها واللي هي كثير مفيده خاصه ببدايه الحاله للجسم كامل، خاصه عضلات الظهر والرقبه. التمارين او المشي بالمي نفسه كثير بيعطينا قوة للعضلات، سواء عضلات السفلية أو العضلات العلوية. فمجرد المشي وعمل حركات، شوية حركات قدر المستطاع بالمي كتير بتساعدنا على تقوية عضلات الظهر. الاشي الثاني اللي بدي احكي عنه كتير مهم عندنا طريقة النوم. هلا طريقة النوم بتساعد كتير على انه انا خلال فترة النوم اخلي الجسم قدر الاستطاعة انه يكون مرتاح. يعني انه هلا دائما نحكي احنا النوم مثلا على الجنب يكون في مخدة بين الرجلين، كتير بتساعدنا لما يصحى المريض بيكون جسمه مش متصلب كتير. ومن الاشياء المهمة اللي دائما بحكيها للمرضى انه هلا لما يكون الجسم والعضلات مسترخية عدد ساعات معين، لحتى انه انا لما يجي المريض مثلا بده ينزل عن التخت او يمشي، شوية تمارين كتير بسيطة ممكن يعني دقائق بس تاخد منه، يحرك شوي رجليه، يحرك شوي ايديه، حتى لما يسند حاله على التخت يعمل شوية تمارين للرجليه، كتير رح تساعده لما يبلش يخطو تكون الوضع كتير اسهل من ما انه على طول من وضعية النوم لا وضعية المشي. فهذا الاشي كتير حيساعد يحسس انه جسمه مسترخي وهو بالعكس قادر انه يمشي واخد فترة راحة منيحة ساعدته انه يرتاح يمشي احسن، مش انه يتصلب أكثر. وزي وزي شيء من كل شيء.